بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، النسيان المتكرر للأشياء ما سببه؟ طبعا مباشرة يجب أن يتوجه تفكيرنا باتجاه الشيطان، لأنه هو المسؤول عن موضوع النسيان، هذا بنص القرآن كما سنرى بعد قليل. كثير منا لديه مشكلة النسيان، أحيانا في الصلاة، أحيانا في الدراسة، أحيانا في متاع الدنيا. طيب ما هو السبب الحقيقي أيها الأحبة؟ طبعا من الناحية العلمية العلماء يقولون إن أي معلومة تمر عليها مرور الكرام دون أن تضغط وتركز عليها وتهتم بها وتدرك أن هذه المعلومة مهمة ويجب على دماغك أن يتذكرها، إذا مررت هكذا مرور الكرام فإنك تنساها. ولكن القرآن يعطينا شيء آخر. الشيطان موجود أيها الأحبة، العلم لا يعترف بوجود الشيطان، هذا أمر غيبي، ولكن لا يعني إذا كان العلم لا يعترف بشيء أن هذا الشيء غير موجود. العلم الحديث ما يسمى بساينس، العلم التجريبي، لا يعترف بوجود الملائكة، لا يعترف بوجود عالم الجن، لا يعترف بوجود الروح، هو يعتبر الإنسان كآلة ميكانيكية فقط. وبالتالي ما يسمى بالعلم الحديث هو علم ناقص. العلم الحقيقي نجده في القرآن، لأنه كلام الله عز وجل، هو الذي خلق الكون وهو أدرى بخلقه. فأفضل من يحدثنا عن الحقيقة هو خالق هذه الحقيقة سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن نعالج موضوع النسيان المتكرر أيها الأحبة في حياتنا اليومية، يجب أن نتأمل آيات النسيان في القرآن. النسيان ذكر أكثر من 40 مرة في القرآن، دعوني فقط أتأمل معكم بعض الآيات. الله تبارك وتعالى يقول في أول مرة ذكر فيها النسيان مخاطبا بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذن هذه آية يخاطبهم بها، لأنهم كانوا يأمرون الناس بفعل الخيرات وهم يفعلون المنكرات، وهذا الأمر وراءه الشيطان. إذن الشيطان هو الذي ينسيهم أنفسهم. الآية الثانية الله تعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ إذن هنا أحيانا النسيان يكون من الله، إذا أراد أن ينسينا أو ينسي حبيبه عليه الصلاة والسلام آية معينة لحكمة معينة. وهذه الآية انتقدها الملحدون والمشككون، قالوا إن الله يغير رأيه، حاشا لله. ولكن الله يريد أن يختبر قوة إيماننا. أنت عندما ترسل ابنك للامتحان لا يقصدون أنهم يضللونه، يعطونه سؤال وأربع إجابات منها واحدة صحيحة. المدرس لا يقصد أن يضلله أو يحرفه عن الطريق الصحيح، هو يختبر معلوماته. فالله عز وجل أراد أن يختبر قوة إيماننا. يا هل ترى إذا نسخ هذه الآية وجاء بمثلها أو خيرا منها، هل سيظهر المشككون والملحدون وينكرون كلام الله ويكفرون بالله، أم أنه سيبقى مؤمنا بالله عز وجل لأنه علم حقيقة الخالق سبحانه وتعالى؟ فكل شيء يصدر من الخالق نصدق به. وهذا يتعلق بموضوع الآيات المنسوخة، موضوع نفرد له إن شاء الله حلقة كاملة. طبعا هنا الله تعالى يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. وهنا دعاء علمنا الله إياه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا دعاء مهم أيها الأحبة، يعني في حال أنت نسيت شيء ليجري على لسانك باستمرار: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
يعني كرر هذا الدعاء، احفظه، هو عدة كلمات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، سبع كلمات على رقم سبعة. سبع كلمات، دعاء مهم جدا. عندما تنظر إلى ما حرم الله هذا نسيان، عندما تغفل عن وقت من أوقات الصلاة، عندما تؤذي إنسان بكلمة أو تخرج من فمك كلمة نميمة أو تغتاب إنسان، أو المعاصي كثيرة والأخطاء كثيرة، فدائما اجعل لسانك رطبا بهذه الآية أو بهذه الكلمات السبع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب الآية الخامسة، الله تعالى يقول أيضا عن بني إسرائيل يحرفون الكلمة عن مواضعه لأنهم حرفوا التوراة والإنجيل ونسوا حظا مما ذكروا به. والآية التي بعدها، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. إذن النسيان أيها الأحبة قد يقودك إلى جهنم، موضوع خطير. الإنسان إذا نسي الله أنساه نفسه كما سنقرأ بعد قليل. الآية السابعة، الله يقول فيها بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الإنسان عندما يقول يا رب أرزقني، عندما يرزقه الله ينسى ويشرك وينشغل في هذه الدنيا ويلجأ إلى أسباب الدنيا وينسى مسبب هذا الرزق وينسى الخالق عز وجل. وتنسون ما تشركون. الآية الثامنة، فلما نسوا ما ذكروا به. انتبهوا أيها الأحبة، هذا تحذير خطير أن تنسى الله عز وجل. إذن أنا هنا أخذ ملمح من هذه الآيات، أن تذكرك لله بشكل دائم يعالج مشكلة النسيان المتكرر في حياتك اليومية. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي يائسون محبطون. إذن النسيان قد يقودك إلى نار جهنم والعياذ بالله. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن أخي الحبيب دائما تذكر الخالق عز وجل وأنت في الصلاة وأنت في العمل قبل أن تنام. هكذا كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام، كان دائما الذكر لله، يذكر الله في كل شيء، في طعامه يذكر الله، في شرابه يذكر الله، حتى إذا أتى أهله يذكر الله، اللهم جنبني، هناك دعاء معروف يعني، إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. فإذا جاءه ولد وقدر أن الله له ولد في تلك الليلة فلا يضره الشيطان بإذن الله، يعني في كل مناسبة كان يتذكر أن الله موجود في كل مناسبة. فأنت إذا أردت أن تعالج مشكلة النسيان في حياتك، أول شيء يجب أن تتذكر هذا الخالق العظيم، وهو سيبعد عنك الشيطان، وبالتالي تكون قد عالجت هذه المشكلة. إذن هنا لدي آية أيضا تتحدث عن النسيان، الله تعالى يقول وإما ينسينك الشيطان. إذن من الذي ينسي؟ الشيطان. لاحظتم أيها الأحبة، يعني عندما قلنا إن الشيطان هو المسؤول عن موضوع النسيان، لأن الشيطان يريد أن ينسيك الله أولا وينسيك نفسك وتغرق في هذه الدنيا حتى يأتي الموت بغتة فجأة، وبالتالي تكون من أصحاب النار، لأنه يريد أن يجرف معه إلى النار أكبر عدد ممكن. ألم تذكروا عندما قال إبليس لله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والله تبارك وتعالى قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طب أنا متى أكون عبدا لله؟ إذا تذكرت الله بشكل دائم. أما أن أنسى الله
وأنجرف باتجاه الدنيا سيستلمني الشيطان، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القعود مع القوم الظالمين أحيانا يكون عبر الإنترنت أيها الأحبة، يعني أنا عندما أفتح الموبايل مثلا وأدخل إلى المواقع الإلحادية والمواقع التي تشكك بالقرآن العظيم وأستمع لها من باب الفضول، أنا أعين هذا الظالم على نشر علمه، وأخالف أمر الله عندما قال لي فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أنا عندما أدخل بهدف الرد، وبهدف الرد العلمي على الشبهات التي يطرحها الملحدون. أما أن تدخل لتشاهد وتتأثر فهذا من عمل الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن ينسيك. يا أخي احفظ القرآن أولا، لا مانع من الدخول لكل مواقع الملحدين. أنا أدخل لأي موقع يصادفني وأستمع ساعات طويلة لا مشكلة، ولكن بعد أن حفظت القرآن وتأملت هذا القرآن جيدا وأصبح لدي يقين حقيقي بوجود الخالق عز وجل، فهذا اليقين أصبح حصنا لي من الشيطان بإذن الله طبعا. فإذا أخي الحبيب، حفظ القرآن يمكن أن يكون وسيلة تحميك من الشيطان. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يوم القيامة أخي الحبيب سوف ينساك الله إذا نسيت لقاءه. لماذا أنا أؤكد في كثير من الحلقات من الضروري أن تتذكر الله، ضروري جدا أن تذكر هذا الخالق. أعطاك نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الأمان، نعمة الصحة، نعمة السمع. يا أخي الكلية نعمة من الله لا نشعر بها إلا من فقدها. يعني هذه العظام نعمة من الله لا يشعر بها إلا من فقدها. فنعمة الشم، نعمة الذوق، التذوق. فيجب أن تذكر هذا الخالق العظيم بشكل دائم. الله تعالى يقول فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. يعني هل أنا يعني مغفل لهذه الدرجة لأضع نفسي يوم القيامة في هذا الموقف ليقال لي فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا؟ إذن يجب أن أتذكر الله دائما في كل حركة، في كل سلوك، وأنا آكل أتذكر نعمة الصحة، وأنا أنام أتذكر نعمة النوم، هناك أناس لا يستطيعون النوم، فأحمد الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا أيها الأحبة آيات النسيان كثيرة كما قلت لكم، مثلا فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن إياك أن تتقاعس عن الدعوة إلى الله. إذا كل واحد سيقول أنا لا يهمني وأنا لا يهمني، سيأتي عذاب الله فجأة، ومن الذي ينجو؟ الذين ينهون عن السوء. على الأقل ساهم بكلمة، بمقطع فيديو، بتعليق، انهى عن السوء، انشر علم نافع، انشر علوم القرآن، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا أيها الأحبة الله تعالى يقول أيضا في هذه الآية نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فأنت أخي الحبيب إياك أن تنسى الله. فمعنى ذلك إذا نسيت الله ينساك، معنى ذلك إذا ذكرت الله يذكرك، فاذكروني أذكركم. فإذا يجب أن تذكر الله ليذكرك الله عز وجل. وهنا آية في سورة يوسف نعرفها جميعا، فأنساه الشيطان ذكر ربه
فأنساه الشيطان. إذا من الذي ينسي؟ الشيطان. وهنا آية مهمة جدا لعلاج النسيان المتكرر في سورة الكهف. الله تعالى يقول واذكر ربك إذا نسيت. تذكر هذه الآية، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذه آية مهمة. كلما يعني نسيت شيئا أتل هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طبعا هنا أيها الأحبة آيات كثيرة تتحدث عن النسيان. في قصة سيدنا موسى عليه السلام قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذن من الذي أنساه الحوت؟ الشيطان. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. إذن أيها الأحبة النسيان المسؤول عنه الشيطان. وبالتالي إذا أردت أن تعالج موضوع النسيان فعليك أن تتذكر آيات الله، تتذكر لقاء الله، تتذكر هذه الآيات التي تلوناها. وبالتالي عندما تتذكر الخالق عز وجل فإن هذا الخالق يبعد عنك الشيطان، لأن ذكر الله يبعد الشيطان، الشيطان يفر ويهرب من ذكر الله. فكلما ذكرت الله هرب الشيطان، وبالتالي عادت لك ذاكرتك وتجنبت موضوع النسيان. لذلك أختم بهذه الآية، آيات كثيرة تتحدث عن النسيان أيها الأحبة، هذه الآية مهمة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، كما أنك نسيت لقاء الله ذق هذا العذاب الذي نسيته. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. والله من أصعب الآيات التي أجدها في القرآن أن الله ينساك يوم القيامة. أين تذهب؟ ليس لك من أحد، لا ملجأ ولا شيء تلجأ إليه. تصور أن الله ينساك في ذلك الموقف. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا متذكرين للقائه وأن يبعد عنا الشيطان ووساوسه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.